إخوتي أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك للفيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. اليوم مع موقع جديد لربح عملة الدوكوين بالمجان. هذا الموقع شرحته من قبل ولقد تم إدراج هذا الموقع أيضا شبيه لهذا الموقع. طريقة العمل سهلة جدا. أولا تذهبون مباشرة إلى هنا عند التسجيل، ثم تذهبون ماي والت، تختارون العملة التي تريدون العمل عليها. أنا اخترت الدوكوين. تضع عنوان المحفظة المربوطة بالبوست هوب، ثم تضغط هنا على إبديت. طريقة العمل سهلة جدا كما قلت لكم أخوتي. طريقة العمل سهلة جدا. نذهب إلى البوست ثم نختار العملة التي نريد العمل إليها، مثلا الدوكوي هكذا. نغلق هذه النوافذ المنبثقة هكذا، نتخطى هذه الكابتشا. هكذا ثم نضغط على Get Reward. هذا الموقع يعطيك 0.2 زائد اجتياز رابط مختصر، تحصل على 0.4 تكوين كل 5 دقائق. هذا يعطيك 0.2. انتظر قليلا، نغلق هذه النافذة. نتخطى هذه الكابتشا هكذا. نضغط على اوكي، ننتظر بعض الثواني هنا. اخوتي لايك للفيديو واشتركوا لم تشتركوا بعد. نضغط على سكيب اد. لقد اعطانا 0.4. الطريقة الثانية للعمل في هذا الموقع وايضا في هذا الموقع، تضغط هنا هكذا. العمل اوتوماتيكي. تختار هكذا، تختار العملة التي تريد ان تعمل العمل تلقائي، مثلا الدوكوين هكذا. اختيار كل دقيقة يعطيك 1000 ساتوشي اوتوماتيكين، او دقيقتين 2000 ساتوشي، 3 دقائق 3000 ساتوشي، أو 4 دقائق 4000 ساتوشي. لو نضغط عليها هكذا والتفاصيل، انظروا تعمل لوحدها وتسحب مباشرة فاسد. انظروا نفس الشيء لهذا الموقع هكذا، اوتو بينج هكذا. هذا يعطيك اكبر قيمة. انظروا الدوكوين هذا يعطيك 0.01 دوكوين كل دقيقة، 0.02 كل دقيقتين، 0.03 كل 3 دقائق، و 0.032 كل 4 دقائق. طريقة السحب من هذا الموقع، نأتي إلى هنا. نضغط على ويدرو. الموقع تستطيع ان تسحب متى شئت من هذا الموقع، ليس لديه حد ادنى للسحب.
هذا الحد الأدنى بيسحب فيه 4 دوكوين. بالنسبة للإيحاء من هذا الموقع 25%، كل من يتسجل عبر رابطك ويعمل في الموقع. انظروا إخوتي، قبل أن أنهي هذا الفيديو، عند إخوتي أيضا ضع عنوان مع محفظة العملة التي تريدون العمل عليها مربوطة بالفصل، وأيضا اذهبوا إلى السيتنج أدس كذا هكذا هكذا، اضغطوا عليه هكذا، ثم اختاروا أدس أوبشن 3 الخانة الثالثة، اضغطوا عليها هكذا، ثم اضغطوا هنا سيف أدس سيتنج لبدء العمل. إن لم تفعلوا هذه الخطوة لن يفتح لكم الصندوق. هذا إخوتي ما أريد أن أوضحه. إخوتي هذا ما لدي في هذا الموقع، أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.